حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده. مشاهدينا في المملكة العربية السعودية، السلام عليكم ورحمة الله. إليكم الأحوال الجوية المتوقعة. في البداية صور الأقمار الصناعية، نلاحظ وجود كميات كبيرة من الغيوم الركامية في منطقة الرياض والمنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية. هذه الغيوم تؤدي إلى سقوط زخات رعدية متفرقة من المطر بين الحين والآخر، وأيضا هناك كميات كبيرة من الغيوم فوق المملكة الأردنية الهاشمية وشمال المملكة العربية السعودية. هذه الغيوم موجودة في هذه المنطقة مصاحبة المنخفض الجوي الذي أثر على مصر وبلاد الشام وبدأ بالتحرك باتجاه الشرق باتجاه العراق. هذه الغيوم هي مصاحبة للكتلة الهوائية الباردة المندفعة خلف هذا المنخفض الجوي، وبالتالي هناك غيوم كثيفة موجودة في المنطقة الشمالية والشمالية الغربية بالذات مصاحبة لهذه الكتلة الهوائية. هذه الغيوم تسبب أيضا سقوط زخات رعدية من المطر تكون أحيانا غزيرة تؤدي إلى حدوث بعض السيول والفيضانات في هذه الأماكن. أيضا تحرك هذا المنخفض الجوي إلى الشرق والاندفاع الكتل الهوائي الباردة المصاحبة له باتجاه المناطق الشمالية يؤدي إلى حدوث زيادة في سرعة الرياح بشكل كبير جدا تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، وأيضا أيضا إلى حدوث انخفاض كبير وواضح وملموس على درجات الحرارة. المناطق التي سيحدث فيها الهطول هي زي ما حكيت المناطق الوسطى بما فيها الرياض والمنطقة الشرقية وأيضا المناطق الشمالية والشمالية الغربية من المملكة، ويستمر الهطول تقريبا حتى صباح يوم الأحد. يوم الأحد بإذن الله تميل الأجواء إلى الاستقرار تدريجيا. أما بالنسبة للكتلة الهوائية الباردة، وإن الكتلة الهوائية الباردة ستندفع باتجاه المناطق الشمالية والشمالية الغربية وتتجه تدريجيا إلى المناطق الوسطى من المملكة، بحيث يطرأ انخفاض واضح وكبير وملموس على درجات الحرارة في كل المناطق الشمالية تصل تقريبا إلى شمال المناطق الوسطى. المناطق الوسطى بتكون هذا اللون الأصفر هو الحد الفاصل ما بين الكتلة الهوائية الباردة اللي بتأثر في الشمال والكتلة الهوائية الدافئة التي تؤثر على المناطق الجنوبية في السعودية. لكن إن شاء الله اعتبارا من يوم الأحد يبدأ انتهاء تأثير الكتلة الهوائية الباردة على المناطق الشمالية تدريجيا، وتعود درجات الحرارة إلى الارتفاع التدريجي. الأحوال الجوية المتوقعة للثلاثة أيام القادمة، الثلاثة أيام القادمة يوم الأحد الأجواء تقريبا غائمة جزئيا، في فرصة لسقوط بعض الأمطار في المناطق الشمالية مع نشاط للرياح أيضا تؤدي إلى حدوث بعض الغبار والأتربة وتدني مدى الرؤية الأفقية، بالإضافة إلى حدوث انخفاض على درجات الحرارة في المناطق الشمالية. لكن في الرياض الأجواء تقريبا معتدلة في النهار، وأيضا تظهر بعض السحب على ارتفاعات مختلفة، العظمى بتكون 28، الأجواء لطيفة أثناء الليل 15 درجة مئوية. وكذلك يوم الاثنين الأجواء في الرياض مشمسة، الأجواء معتدلة ودرجة الحرارة العظمى 28، بينما في الليل الأجواء صافية ولطيفة والصغرى 17 درجة مئوية. ويوم الثلاثاء أجواء غائمة جزئيا في الرياض أو مشمسة يتخللها ظهور بعض السحب ودرجة الحرارة 30 درجة مئوية العظمى، والأجواء غائمة جزئيا ولطيفة أثناء الليل، في احتمال لسقوط بعض الأمطار المتفرقة، الصغرى في الرياض 20 درجة مئوية. ملخص الأحوال الجوية المتوقعة للثلاثة أيام القادمة مع التوصيات. أول شيء نحذر وننبه من الفروقات الحرارية. هناك في المناطق الشمالية كتلة هوائية باردة تؤثر على المناطق الشمالية، المناطق الوسطى بتكون حد فاصل ما بين البرودة في الشمال والحرارة في الجنوب. أيضا ننبه من حدوث زخات من الأمطار الرعدية في المناطق الشمالية وبعض المناطق الشرقية، وأيضا نرجو من الجميع الابتعاد عن مجاري الأودية والسيول خاصة في المناطق الشمالية نتيجة تأثرها بالكتل الهوائية
الباردة التي صاحبت المنخفض الجوي العميق الذي أثر على بلاد الشام وتحرك شرقا، وكان تأثيره على المناطق الشمالية من المملكة العربية السعودية. هذا يؤدي إلى حدوث زخات رعدية من المطر قد ينتج عنها بعض السيول، وأيضا ارتفاع منسوب المياه في المناطق الشمالية. نرجو من الجميع أخذ الحيطة والحذر، ونتمنى للجميع السلامة، ولكم تحية من طقس العرب.